معكم الشيف رامي وتجفين أوروتانا الحمراء. راح نقضي طبق سوشي تمر حلاوة بحلول شهر رمضان الكريم المبارك. عنا الحلاوة، عنا زيت، عنا عجينة التمر المطحونة، وعنا سمسم المحمص. حنحط الحلاوة بالمكنة بالميكسر ونحط معها زيت. ملعقة شوي صغيرة. اوكي حنحط الحلاوة نرصهم الرص ونعملهم مثل السوشي. اوكي وهلا رح نحطهم بالفريزر شي ساعة لتسقع مزبوط. اوكي بنحط التمر مع طحين بنرقها مشان ما تلزق العجينة. بعد ما تركنا الحلاوة ساعة ساعة ونص سقعت منيح، صار مثل الرولات السوشي. بنلفها بهالطريقة. اوكي وحنلفها ورقة خشخاش سيلوفان ونحطها بالفريزر كمان شي 10 دقايق. من بعد ما تركناها سقعت مزبوط بنهنا للتمر سوق مي مشان يخوي معها يلزق مع السمسم المحمص. اوكي هلا قد ما بدنا نقطعها وكيف ما بدنا نقطعها. هذا شفتوا منا اليوم طبق سريع ورمضان كريم والف صحتين.